خد الشهاده ديال المتابع ديالنا. السلام عليكم، شكرا لك على التصل بكم في هذا الوقت. غتوصلت واحد الطلب ديال سيروس ان شاء الله غادي يبداو في ابتداء المادة. مرحبا بكم. بالنسبه لسيروس راه نفس التدخين اللي كاين في لاجونس هو الاهداء هنايا، راه تستغلوا الوقت وتستغلوا الاهداء وتستغلوا التمارات وتوصلكم لسيروس حتى لفينيتيكم كما الروديفو كما لوطيل كما لافيو كنديروا دابا في السيرفيس ديال سيروس. هو راه باش تعرفوا نفس الثمن، يعني راه ما فيش احنا حتى ثمن نفس التدخين اللي عندنا تما. انا كيما اللي عندكم دو بيرسون الا كان لاج ديالهم يعني دو بيرسون دو زادولت ولا فامي راجل ومرته ممكن تعطونا المعلومات على الناس اللي باغا تسافر ونعطيكم التدخين التعريف ديال سيروس فاميليا. فوالا هذا كان دخلنا البارح الحمد لله. اول طلب كان عندنا اياه دخلنا البارح واتصلنا به تريتينا معايا لا دوموند والحمد لله اليوم يعني كيتوصل بلاسيغونس ديالو الحمد لله. فوالا بون فوالا خويا لاسيغونس ديالك القنية البي دي اف القنية هو الفاكتور ديالك والبي دي اف الثاني هي لاسيغونس ديالك امبريمي كولوغ ديرهم كولوغ وراه فيهم لا سيناتور الكترونيك ديال لاكابس اللي ما تعرف بها يعني في المراقبة والله يسر الامور. ممكن تعطينا واحد الشهادة تقول لنا كيفاش جاك التعامل ديالك عجب استفدوا فيما يخص لاسيغونس بعيدا على الفيزا والهجرة كيفاش جاتك لاسيغونس واش سهلت عليك المأمورية واش وفرت لك الوقت واش يعني وفرت لك الاداب وكيف كان التعامل واش خديتي نصائح في موضوع السفر ديالك. وكانت الشهادة ديالو كالآتي. السلام عليكم، يلاه جزاك بخير. راني توصلت بالامان الله يكثر خيرك، توصلت بالواتساب ديالي جزاك الله بخير. ناحيه لاسيونس اول مره نجرب هذه الابليكاسيون ديال اجنسي عبد لاسيونس، شكرا الله يكثر خيرك. الممتاز مزيان احسن من قبل تجي بلاصه اخرى وهذه تسهلت علينا الماموريه الحمد لله. من التليفون تقدم الامور تقدم الواتساب ديالي جزاك الله بخير. شكرا اخويا بزاف ورمضان مبارك سعيد وعرش مبروكه. اذا الحمد لله والشكر لله هذا من فضل ربي. تنتم الخوت ما تنساوش تخليو الطلبات ديالكم عندنا الا في حالات ما بغيتو توفروا الوقت الاداب وتستافدوا من الاستشارات مجانيه في موضوع السفر والفيزا والهجره. اش كتسناو؟ مرحبا والف مرحبا. سهلا مهلا الخوت، البلاي ستور اجيو نستافدو كتريشارجيو لابليكاسيون ولا كتدخلوا عبر جوجل اجيو نستافدو.com كتدخلوا الموقع ديالنا الحمد لله اللي مولفين تخليو فيه طلب التاشيره. اليوم زدناكم طلب تامينات السفر تا هي سهلة مهلا، البطونه الزرقاء كتبركوا عليها كيدخلكم الموقع ديالنا ديال تامينات السفر كتخليو الطلبات ديالكم عندنا. واش بغيتوا سياحه او زياره عائليه، بغيتوا الدراسه ولا عندكم ستاج دو فورماسيون، بغيتو العالميه بلد السفر اللي غتمشيو له فين باغي تمشيو، عدد المسافرين شحال نتوما، الاسم الكامل ديالكم، المدينه ورقم الهاتف اللي كتوجدوا به هنا في المغرب، الام اي حباده اونفايي واحد من المساعدين ديالنا يتصل بكم وقطع التامينات من الدار عاجل ثم عاجل. تحياتي.